السلام عليكم ورحمة الله. نختار في هذه السلسلة القصيرة اللي لينتم نحاول نعدلوها في 10 دقائق، نتكلم فيها عن موضوع واحد من الاسجي، ونحاول قدر الإمكان نغطوه بشكل واضح. وهنا هذه السلسلة بدايتها لا تعود تبدأ بالأساسيات، الأساسيات اللي أساسيات حتى قد تعود مملة عند البعض، والبعض قد يعود يعرفها، وبالتالي العادة لقاش يعرفها إلا قد ينتظر بعد 5 محاضرات والله 6 نعود بتنخطينا هذه الأساسيات، يعود يلتحق معنا في الأمور الأخرى اللي دي تعود أكثر أهمية عنده. أنا بعد حسب رأيي يعني أنها من الضروري جدا حد يعرفها. ولا هي نبدأ أول شيء دكتور، تلاحظ هون في قدر من كلمات المصطلحات الإنجليزية غير ما نقال عندك قبال حتى لا يعود عائق، لأنه هو أساسا كلمات ومصطلحات وأنا قاعد أشرح بالحسانية. أول شيء الله نعرف هذا اللي ينقال له تخطيط القلب، شين هي قاعدة بابير، الورقة اللي معدل عليها بيبر، اللي هي بابير الورقة اللي معدل عليها عادة طولها 250 مليمتر من بدايتها لنهايتها اللي هي 25 سنتيمتر، مقسمة شو مربعات كبيرة ومربعات صغيرة. مربعات صغيرة جدا دائما طولها طلع الواحد منه 1 مليمتر، والكبيرة 5 مليمتر، والكبيرة عادة يعود بها 5 من الصغار، معناها على انها ودائما شنقال السرعة عادة اللي تعود ماشية بها الورقة عادة تعود 25 مليمتر للسكند، لأنك أنت مولي لابد تعود تحدد كم لا يفوت هذا السجل. وبالتالي يعود هو طول 250 مليمتر، 250 مليمتر وماشي بسرعة 25 مليمتر، معناه أنه لا يفوت إلا 10 ثواني، وهذا هو عادة الستاندر. خارجين بعض الماشين عادة يعود السرعة فيها 50، ولكن دور من نتعرض له لماذا يعدل يا غير ضرورية جدا تنتبه يا طالع كي اسجي خرس كاع السرعة اللي ماشي بيها ليس هي شنو هي شنو هي كان 25 ولا 50، لأنه ذاك لا يأثر على حسبة اللي ينقال له، لا يأثر على حسبة اللي ينقال له المسافات الزمنية، لأنك أنت تختار تعرف مثلا هاي المسافة اللي هون مثلا كم هذا التخطيط فوتي كان يقطعها، وذاك يعتمد على السرعة، لأن كما تعرف عن الزمن يساوي المسافة على السرعة بكل بساطة. يعني تعود مثلا على سبيل المثال هذا هو مربعين صغار كل واحد منهم 2 مليمتر، يعود مقطوعين مسافة 5، معناها لا تعود 2 قسم على 25، بدل ما تعود مسافة سرعة 50 بالتالي لا تعود 2 قسم على 50. مثلا ندور نجيب شوي تفصيل أكثر. ولذلك دائما أي مربع صغير جدا لا يعود مسافته لا كما قلنا 1 يعود 1 مليمتر، 1 مليمتر على 25 مليمتر، وبالتالي يعود 0.04 0.04 سكوند. والمربع الكبير لأنه 5 مليمتر تقسم على 25 يجيك 0.2، بالتالي ما في داعي قاعد تحفظ دائما قالك شين هو المربع الصغير كان 0.04 المربع الكبير كان 0.2، لأنك أنت تعتبر بالأساس تعرف مقياس المربع الكبير كم وتعرف السرعة عندك، بالتالي بيتحدد العامل الزمني. وهذا هون أهميته في هذه القضية الأخرى اللي قالوا تحديدا اللي قالوا فريكونس كاردياك اللي هي الهارت ريت، كما ذكر مرة أخرى عن الاس اس جي 250 مليمتر والسرعة عادة ستاندرد دائما 25، معناه انه لا يفوت 10 ثواني. ونحن ندورو شو قالوا فريكونس كاردياك في 1 مينيت في دقيقة، معناها على انها هذيك 10 ثواني ضربة 60 يجيك 60 ثانية، اللي هي اللي تعود مقابلة هون 1500 مليمتر اللي هي تقريبا 1.5 متر. انا عند السجاء قاعد عادي يعود له يمشي مده ساعه مده دقيقه كامله لا يعود طول 1.5، وذيك مقابلها من المربعات الكبار اللي تحسب كم لا يعود مربع كبير يعود 300، وهذا هو بالمنيجات قال لك تقسم على يعود بالبسط فيه 300. والله اما اللي تعود تختار لا المربعات الصغيره اللي هي كل واحد منها 1 مليمتر اللي هو اللي يعود على مدة دقيقة كاملة اللي يعود هذا 1500 مليمتر، وبالتالي اللي يعود تقسم يعود بس في 1500، وهون في شيء قالوا هو اللي لا تحسين المربعات الصغيرة. كما شفتوا هون مثال، ها مثلا هون قام حاسب هون اللي المربعات الصغيرة 1 2 3 4 5، وهون اللي يحسب هذا الفريكانس كاردياك اللي هون، وبالتالي ايش قالوا 500 قسم على
قسمة على شنقال على خمسة جهات رتمية، لو أنه نقضاها بالنسبة للمربعات هذا مربع واحد اللي تعده رتمية قسمة واحد، وبالتالي لا يعتد رتمية، وبأي طريقتين اتبعت أنت معدل شيء صحيح. وطبعا تفصل أهميتهم لمعرفة هذا اللي هذه 1500، لأنك مرات يعود الاسجي يبدأ من هون على سبيل المثال وداخل هون، وبالتالي تعود أنت هذا ما هو إلا ثلاث مربعات في شيلاه وشيلاه، وبالتالي مين تعود لا تعود دقيق حتى في حسبة شنقال الفريكانس كاردياك، يلا تحسب بالمربعات الصغيرة اللي هم هون خمسة هون وخمسة هون اللي هم 15، عندك واحد باول هون وواحد لله، بالتالي تعود 17، بالتالي تعود 500 قسمة على 17 بدل ما كانت قسمة على 15. وهذه قضية نختاركم تنتبهوا لها ضرورية جدا. القضية الأخرى واللي مهمة جدا، لين يعود عندك مثلا ريتم الرجلية مثلا بالنسبة للناس اللي عندهم فبريلاسيون ريكلير، دائما لأنك تعرف دائما الفبريلاسيون ريكلير لا يعود الرجلية، معناها لا يعود مسافة هون والمسافة هون ما متقادات، يعودوا دائما تفاوتات. طبعا هذا ما هو مطبق أساسا على هذا، لأنه هذا تختلط هون في فروقات بسيطة جدا، وبالتالي ما تقدر تطبق بالأساس. لو أنك مثلا طبقت هاي القاعدة هون لا يتجبر عن هذا متفاوت، في فروق بسيطة جدا تعود. بالنسبة لهذا ترسل اللي هو لين يجي حد عنده فبريلاسيون اوريكولار على سبيل المثال، يجي هون راية لكم واحدة هون واحدة هون واحدة إلى تيت لي تقيس هذا روالك تمام متقاد، وبالتالي القاعدة هون بسيطة جدا، أن لا تعرف يلا تحسب كم عندك في التراس كامل كم فيه من شنقالو شنقالو كاراس كومبلكس، واحد اثنين ثلاثة أربعة مثلا على سبيل المثال، وتبغى تضربها في ستة. لماذا تضربها في ستة؟ لأنك انت هاي ترس كامل لا 10 ثواني، وانت الدور مدة 60 دقيقة، واللي هي لا تضربها في ستة، وبالتالي تبقى هاي أربعة تضربها في ستة، وبالتالي تجبر الفريكانس كارديا كما انك شايف هون جبر 9 وضربها في ستة، وبالتالي قال 54. بالنسبة للقضية الأخرى اللي ذكرت اختلاف السرعات في الاس جي، على انك مثلا هون هذا الاس جي اللي هون مثلا بالسرعة الستاندر 25، وهذا اللي هون سرعة 50، وهي اللي عنها عادة قليلة جدا، تقريبا 1% إلى 2% من الماشين يعود عندها هذه السرعة، خصوصا ألمانيا عادة يعودوا الماشين اللي في عندهم هذه السرعة. اللي هي نجي يعني تحسب شنقال الفريكانس كارديك هون في هذا السجن اللي هون مثلا، لو جينا هون كنا عن هذا فرضا تقريبا على انه ديك المسافة مربعين صغار، وهون قلنا عنه مثلا أربعة، نيجي نحسبون الفريكانس كاردياك هون، لأن يعني سرعتنا 25 ستاندر، اثنين قبو أريتمية نقسمه على 2 ويعود يعطينا ذاك 150. بالنسبة لهون لأنه يعني السرعة مضاعفة، ما لين قبو أريتمية نقبو 600 مقسم على 4 تعطيني 150، وتوه وبذلك السرعة هون محسوبة دقيقة، لذلك لأن احنا انتبهنا هون عن السرعة هون هي دبلت السرعة الاعتيادية، يا غالب بمجرد النظر بالعين مجرد هون يشكوا على ان هذا على انه على انها سرعة طبيعية فريكانس كاردياك نورمال، يا غالب لا هي زايدة هي 150 لأن السرعة هون 50. وهذا هو هون اللي هون أهمية على رجاج انتبه للسرعة اللي ماشية بها للسجل. وليس شيء كما قلت عن دائما الورقة طولها 250 ملم، هذه الرواية ما تحكم انت فيها، جي ورقة اساسا طولها ذا كيفته، والسرعة 25 هي الستاندر، وبالتالي يعود السجن مدته 10، يعني نعود 50 وهي حالات قليلة يعود فوت الا 5 ثواني. والقضية مهمة جدا لانك تنتبه لهذه التفاصيل الدقيقة. الموضوع هون قد يعود فيه ياسر من الحسابات يا غير كامل يتركز على 4 مسائل بالأساس ثنتين، أنك تعرف أن طول السجية كامل 250، وتعود تعرف سرعة اللي عندك في الماشين اللي هي 25، وما سوى ذلك كامل مشتق من هذه الحسابات. طبعا المربع الصغير تعرف عنه 1 ملم 1 ملم، والكبير 5 ملم، والأمر لا بد رجاج يعاود المحاضرة مرتين لهذا، ويقبض أقلم وورقة ويعد الحسابات بيده إذا كانت ترسخ في ذهنه ويعود متعود عليها، ولا يعود فقط يحفظ
ويحفظ على انه 300 قسم على كذا و600 قسم على كذا، ويتم يحاول يتذكر شنو هو مدة المربع الصغير مربع الكبير، حتى تعلم هذه الطريقة بهالمنهجية. ما سوى ذلك كامل يعود سهل عليه. والسلام عليكم ورحمة الله.